السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله البنات جيت نحضر معكم بسطيلة حلوة، بستر ديال الدجاج. شوفوا معايا كيفاش غادي تجي. نتمنى البنات اللي مازال مشترك معايا في القناة تشترك، وما تنساوش تدعموني بلايك. نبداو في طريقة التحضير. بسم الله، كنحتاجو الورقة، واحد 5 البصلات مقطعين، أنا درت متوسطة الحجم، القزبر ومعدنوس، الملح، زعفران، الخرقوم، ابزار، تحميره، سكنجبير، واحد نص معلقه ديال القرفه، واحد طماط البنة، كنور ديال الدجاج، كستر ديال الدجاج مقطع، البيض، القرفه، سكر كلاصي، واللوز محمر. نضيفو شويه ديال الزيت، نضيفو البصله، نزيدو السكر ديال الدجاج، نزيدو القزبر والمعدنوس، نزيدو التوابل، نخلطو مع البصلة والصدر ديال الدجاج والتوابل ونديروهم يتشحروا، نخليو حتى يتشحروا مزيان، ندوزو نطحنو اللوز مع القرفة والسكر كلاصي، نضيفو واحد طماط البنة، خليوه حتى يتشحر مزيان حتى يشرب هذاك المرق. من بعد ما تشحر نزيدو نضيفو فوقو البيض. بالنسبة للدهن نديرو واحد البيضة، واحد معلقة صغيرة ديال الزبدة، وشوية ديال الزيت المائدة، نخلطو مزيان، نطربوهم بحال هاد الطريقة. بالنسبة باش نبلعو البسطيلة ديالنا، صافي نسرحو الورقة في الطاوة ديال الفرن بحال هاد الطريقة، بسطيلة عادية. من بعد ندهنوها بالبيض وداك الخلطة اللي وجدنا، البيض والزبدة والزيت، ونديروها في الفرن. من بعد ما خرجناها من الفرن ها كيفاش كتجي. اما بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، انا زينتها باللوز وسكر كلاصي والقرفه بحال هذه الطريقه. نتمنى البنات تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، واللي مازال ما اشترك معايا في القناه نتمنى يشترك، وما تنساوش تدعموني بلايك. وكنشكركم بزاف البنات الكومونتيرات الزوينين اللي كتخليو لي. والسلام عليكم ان شاء الله في فيديو جديد، تبعوا معايا طريقه التزيين.